قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. ردي عليه صلاته وصيامه، لحظة خليني أطلع الكلمات دررن. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قد كان شمر للصلاة ثيابه لتقتليه بحق دين محمد. قل للناس كالمتعبد من بعد زهدك مالي غير الأسواد. ما إن رأيتك للصلاة مشمرا حتى غرعت صوب المسجد ما جئت أرجو فتنتك. لكن لكن جوارا في رحاب مسجدي هل بالا لن تكن زكا لن تكن زكا
وكن وحشا اللبالا ألا بالا 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 تحية لجروب الفجر